هذا وتشارك دوائر حكومة الشارقة في فعالية معرض جايتكس للتقنية 2017 بباقة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية والرقمية المبتكرة والمطورة التي ستطلق تباعا خلال أسبوع المعرض. كاميرا أخبار الدار تواجدت ورصدت لنا هذه المشاركات تحت مظلة دائرة الحكومة الإلكترونية. أكثر من 45 جهة من إمارة الشارقة بقيادة دائرة الحكومة الإلكترونية اجتمعوا في معرض أسبوع جايتكس للتقنية 2017، المنصة الأبرز لإطلاق آخر الابتكارات والكشف عن أحدث التطبيقات في عالم تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات. السنة هذه إمارة الشارقة تميزت عن العام السابق، زيادة عدد دوائر 12 دائرة زيادة عن العام السابق. العام السابق كانت 34 دائرة ومؤسسة حكومية، السنة هذه 47 دائرة ومؤسسة حكومية بالإضافة إلى دائرة الحكومة الإلكترونية. المنصة هذه يمكن أيضا تميزنا فيها عن العام السابق، منصة جدا مختلفة عن العام السابق. استمديناها من منطقة مليح الأثرية في إمارة الشارقة، حبينا أن نمزج التراث والتاريخ والثقافة مع التكنولوجيا اللي موجودة في إمارة الشارقة. لتعزيز جهود التواصل مع المتعاملين أينما كانوا وتسهيل أعمالهم وإجراءاتهم، تستقبل جميع منصات جناح حكومة الشارقة زوار المعرض للرد على جميع استفساراتهم، فضلاً عن أن المعرض يعد فرصة للاطلاع على أنجح التجارب للمشاركين بهذا المجال والقادمين من مختلف أنحاء العالم. مشاركة دائرة التسجيل العقاري وأي دائرة في حكومة الشارقة تعتبر من أهم المشاركات في هذا المعرض. طبعا هي من باب تبادل الخبرات، من باب زيادة العلاقات بين الدوائر الحكومية، من باب التعرف على تطبيقات والأنظمة الموجودة في الدوائر الحكومية بالإمارة، وذلك من باب المنافسة الشريفة للتطور والمواكبة العصر. أهمية مشاركتنا في جايتكس كونها هي أول مرة مهمة لنا وايد، لحيث أن نحن عرضنا اليوم هاي التطبيقات. هاي المشاركة شجعتنا أن نحن نعرض أكثر عن هذا التطبيق اللي احنا عارضينه اليوم إن شاء الله. ففي توجه إن شاء الله أن احنا بنطلق بعد إن شاء الله خدمات قريبة، لكن في قيد التنفيذ. هذا وستشهد أيام المعرض تباعاً إطلاق الجهات المشاركة باقة من التطبيقات الإلكترونية والعديد من الخدمات الذكية التي تطرح لأول مرة استجابة لمتطلبات النهضة الرقمية في الدولة وتعزيز دور الإمارة كمنصة للأفكار والابتكارات الجديدة في مختلف المجالات.